اللي انتم ما تعرفوش. يعني الرب بايده القويه يجيبني من الظلام لنوره العجيب. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب في كل دقيقه في كل لحظه. انا زي ما انتم عارفين كنت ناهد محمود متولي، كنت بعمل نظره لمدرسه ثانوي كبيره. نشأت في عيلة مسلمة متدينين، زي الطبيعي كل المسلمين يكرهوا المسيحيين ويعتبروهم كفار، لكن بنعمة الرب طول عمري بيني وبين الرب علاقة طيبة جدا، واثقة ان فيه الله خالق وقدير وهو اللي خلق العالم ده كله والنظام ده. لكن في نفس الوقت المسيحيين مشركين زي ما القرآن بيقول، وبالتالي كنت طول عمري بضطهد المسيحيين في المدرسة بحكم مركزي وظيفتي وعيلتي الكبيرة. فكنت بضطهد المسيحيين، مش بضطهدهم لأن أنا شريرة أو مجرمة عايزة أضطهدهم، بضطهدهم لأنهم ما بيعبدوش الله اللي أنا بحبه من كل قلبي وبيشركوا بيه. إزاي يشركوا بالله؟ في نفس الوقت كان جوايا تساؤل كبير قوي، مين المسيح؟ لأن القرآن بيقول عن السيد المسيح كل ما هو مكتوب في الكتاب المقدس، بيقول عن السيد المسيح الولادة العجيبة، بيقول عن القديسة العذراء مريم إنها أقدس نساء العالمين. القرآن يقول إن الله اصطفاك وطهرك وقد اصطفاك على نساء العالمين. يقول عن السيد المسيح إنه عمل كل المعجزات اللي مكتوبة في الكتاب المقدس، شفاء المرضى، إقامة الموتى، فتح عيون العمي، طهر البرص. ويقول عنه إنه حي وإن الله رفعه إلى السماء وإنه هيجي في النهاية ليدين الأحياء والأموات. فكانت شخصية السيد المسيح من القرآن بتخليني أفكر مين ده؟ لكن في نفس الوقت هو نبي، هو بشر مش أكتر من كده، ومحمد خاتم الأنبياء والمرسلين. من كتر حبي لله وان انا عايزه اعبد الله كويس قوي واكون قريبه منه، ابتديت اقرا كتب كتير قوي عن الاسلام وتفاسير وقران. قريت القران ده ولا 40 50 مره، ولا زلت لغايه النهارده حافظه اكتر من نصه. لكن كنت كل ما اقرا القران اخاف من الله، لان الله في القران ظالم هيعذبنا وخلقنا عشان نبقى عبيد. ما خلقت الانس والجن الا ما لا يعبدون، من منكم إلا واردها اللي هي النار. يعني مهما صمت وصليت وطلعت زكاة وعملت كل حاجة برضو هخش النار. فالله فظيع في القرآن، مرعب. فضلت أقرأ كتير وأقرأ عن محمد وشخصية محمد لغاية ما وقع في إيدي كتاب الدكتورة بنت الشاطئ. أنا بصلي لها كل يوم ربنا يباركها لأن هي منورة. يا رب أنا واثقة أن أنت موجود، لكن لو سألتني ليه ما تبعتيش محمد هقول لك وانت يا رب ليه ما اخترتش واحد احسن من محمد. اللي اثر فيا فعلا زواجه من عيشه. ازاي راجل فوق الخمسين سنه ويقولوا عليه نبي الرحمه يخطب بنت عندها ازاي هو 7 سنين؟ يعني حاجه وحشيه. انا وعنده 50 سنه يجوز بنت من بناتي دول، وانا بقى عباده بيني وبينك هقف كده يا رب اكلمك. برضه من وقت للتاني اقول طب افرض مت دلوقتي يا رب، هروح الجنه ولا هروح النار ولا هروح فين ولا اعمل ايه؟ المهم ان انا قلت اطلع عمره في السعوديه عشان ازور مكه والمدينه وقبر الرسول عشان لو في شيطان ولا حاجه يطلع. اول ما رحت مكه ما قدرتش استنى لتاني يوم الصبح، وصلت الساعه 1 صباحا قلت لا ما ضيعش الوقت. رحت دخلت الكعبه، لف حوالين الكعبه، ايه ده؟ بلف حوالين اوضه من حجر، ده احنا وثنيين كده، ده احنا ما حصلناش اي حاجه. الف واقول له يا رب لو في شيطان ولا اي حاجه يا رب ابعده عني، لان انا يا رب بحبك، بحب ربنا من كل قلبي، لكن حاسه ان جوايا فراغ، في حاجه مش معقوله. بعدين اللي تعبني اكتر ان يقولوا ان كرسي عرش الله فوق الكعبه في السماء. ما الله خالق السماء والارض دي كلها والكره الارضيه والعالم ده كله، كرسي العرش بتاعه صغير قد كده وفوق ومحدود كده فوق الكعبة. المهم ان انا رجعت من العمرة دي فقد سلامي تماما مع الاسلام، وقلت لا خلاص بقى ما فيش اسلام ولا مسيحية وكل الاديان دي بدع، وانا هعبد ربنا ما بيني وبينه لان انا واثقة ان ربنا موجود.
كنت اما اطلب ربنا في اي حاجه من صغري من وانا صغيره، يعني مثلا نتيجه بكره اسال ربنا يا رب هنجح ولا اسقط، وريني في رؤيه يوريني، لان الرب بيدي كل واحد حسب ثقته وايمانه. المهم فضل الحال كده لغايه سنه 86. كان معايا سكرتيره في المدرسه مسلمه بس ما كانتش امينه قوي، فطلبت نقلها وقلت الموجه المالي والاداري يجيب لي سكرتيره امينه ومؤدبه، نمره واحد تكون امينه وشغاله. بعد كام يوم بصيت لقيته جاي بيقول لي انا هجيب لك سكرتيره امينه وشغاله ومؤدبه وفيها كل الميزات بس فيها عيب واحد بس، مسيحيه. قلت له لا، مسيحيه ايه دي، هتبقى في وشي ليل ونهار. لا مسيحيه لا، قال لي بس جربي بس، المهم عشان اراده ربنا ومشيئته. انا قلت جوايا طيب هضيفها للناس اللي انا مطلعه عينهم في المدرسه. وتيجي اخيرا وافقت، جاتني السكرتيره دي. من اول ما دخلت عليا من باب المكتب حسيت انها انسانه مختلفه تماما، رقيقه جدا ومؤدبه وهاديه وداخله بكل ادب. لقيتها بتقول لي انا السكرتيره الجديده، انا لابسه صليب جلد كده، انا ما بستحملش اشوف اي حد في المدرسه لابس صليب، الصليب اللي انا بفتخر بيه دلوقتي، ما كنتش استحمل اي حد لابس صليب، لدرجه ان المدرسه كلها كانت عارفه ان احنا داخلين لابله ناهب، يا ندخل الصليب جوه يا نقلعه خالص لاني هشده. بس لقيتها داخله لي بكل ثقه ولابسه صليب جلد قد كده، قعدت ابص لها من فوق لتحت احتقرها عشان تحس وتقلع الصليب، كلها ثقه في نفسها. انا عرفت بعد كده الثقه دي جايه منين، واقفه مفروده وبكل ادب تكلم معايا. قلت بس يمكن بعد كده مدرسين المدرسه اللي انا مطلعه عينيهم المسيحيين هيقولوا لها واكيد هتخاف وتقلع الصليب. كل يوم استناها بس الاقيها جايه بالصليب وسايبه لي من بره. المهم ان انا حطيتها تحت الاختبار في كذا اختبار، اكدت لي انها امينه فعلا ومؤدبه وهاديه. انا بكره وباين ان انا بكره معاملتي وبحاول استفزها واحاول اغيظها واحاول اعمل فيها، وهي بدلتني بحب. كان شيء عجيب قوي. في يوم بقول لها سلوى انت عارفه ان انا بكرهك وبكره كل المسيحيين، لكن انت ليه عامله كده؟ قالت لي دي تعاليم الهي. كلمه تخبط في دماغي كده، ايه هي؟ تقول لي لازم نحب الناس كلها ونقدم محبه للناس كلها. قلت لها مين اللي قال كده؟ تقول لي السيد المسيح. أول ما تقول كلمة السيد المسيح ألاقي قلبي فيه نبض زيادة. السؤال يطلع في دماغي تاني، مين السيد المسيح؟ لكن طبعا في حاجز كبير قوي ما بيني وبينها. لقيتني متشوقة، ابتدت تشد انتباهي، ابتدت تخليني أحبها بسلوكها بأدبها بمحبتها بأمانتها، يعني فعلا فعلا تستحق إنها تشيل اسم المسيح. بقيت استنى سلوى واستنى كل يوم عشان سلوى تيجي عشان اتكلم معاها واسالها عن السيد المسيح. كانت المفاجاه اما جاء اقول لها كلميني يا سلوى عن السيد المسيح. اول ما تفتح بقها وتكلمني عن السيد المسيح اشم ريحه بخور مالت الاوضه كلها. اسيب سلوى بتتكلم بتعمل ايه واقعد اراقبها، ايه الست دي عايزه تضحك عليا جايبه البخور في منديل ولا في قطنه وبتطلع الريحه. اقعد اراقبها وابص، قلت طيب يمكن مكتبي عشان اوضه مقفوله البخور ريحته طالعه، النوبه الجايه هكلمها في البلكون الكبير، اخدها في البلكونه الاقي الريحه اقوى، قلت برضه مقفول هاخدها النوبه الجايه في الجنينه، خدتها في الجنينه قلت لها تعالي يا سلوى كلميني، كانت اقوى مره شميت الريحه، قلت لا ده خلاص الريحه دي من عند ربنا وهو بيدخل على قلبي. كلامها حلو، السيد المسيح، تعاليم السيد المسيح، احبوا اعدائكم، الكلمه دي كانت بتفقدني توازني. المسيح يقول احب اعدائكم، ده الاسلام بيقول. كل شويه كل ما تقول لي حاجه ابص الاقيني بقارن على طول، ايه ده اقتلوهم وعذبوهم وخدوا فلوسهم، المسلم لو سرقك مش حرام، المسلم لو خطف بنتك مش حرام، والمسيح يقول احب اعدائكم، ابص الاقيني كياني من جوه بيتهز. في يوم من الايام بقول لها تصدقي بالله يا سلوى، لقيتها بتقول لي لا اله الا الله. بصيت لها كده
كلمة لا إله إلا الله قلت لها سلوى أنتوا المسيحيين بتعبدوا إله واحد؟ قالت لي طبعا يا أبله ناهد إله واحد. الهرم اتهد ونزل قدامي، قلت يا خبر يا رب، بقى أنا عمالة أظلم في الناس دي وأعذب فيها وهم بيعبدوا إله واحد. المهم ابتدى قلبي يتفتح شوية وأحب إن أنا أسمع لها. لقيت سلوى داخلة مكتبي وهي فرحانة جدا ومهيصة كده، فبقول لها إيه مالك فرحانة ليه؟ عايزة أشد نفسي من التيار اللي بيشدني ده لكن مش قادرة. فقلت أتنقور عليها أزعلها عشان ما تكلمنيش، لا أنا قادرة أمنعها ولا قادرة أحوش نفسي على إني عايزة أسمع. فبقول لها إيه يا سلوى مالك فرحانة كده ليه؟ قالت لي أصل النهاردة بداية صوم الميلاد، إحنا بنصوم 45 يوم قبل الميلاد. فانا عايزه اتنقور عشان اشد نفسي منها. فبقول لها يا سلام وانتم مسيحيين بتعرفوا تصوموا، تقعدوا طول النهار تاكلوا سندوتشات فول وطعميه وتقولوا صايمين. لقيتها بتقول لي لا لا يا ابله ناهد، وهتبتدي تشرح لي وتشدني معاها. قلت لها طب خلاص. لقيتها لابسه سلسله وفيها اونه صغيره، لقيت الاونه بتضوي بطريقه عجيبه، طبعا ما كنتش اعرف دي اونه ولا دي ايه. فبقول لها ايه اللي في صدرك ده يا سلوى؟ قالت لي دي اونه. قلت لها يعني ايه اونه؟ قالت لي يعني دي صوره للعذراء. فانا قلت اوه المسيحيين ما تزعلوش مني، المسيحيين السذج دول، بلاش الكلمه الثانيه. لا مش بص، هو كان يعني مصوراتي ولا رسام عشان يقولوا دي صورة العذراء؟ جابوا صورة العذراء منين؟ تلاقي واحد فنان كده قعد. انا ما خلصتش الكلمه دي ولقيت البخور ملا الاوضه. بخور عجيب جدا. بخور مر الأوضة زي ما تكون الأوضة مدخنة بالظبط، وأنوار عجيبة قوي. حسيت إن أنا زي ما أكون هيغمى عليا، مش فايقة مش فوعي مش عارفة. بس لقيت الدخان الكثيف ده زي عمود بينزل من السقف قدامي، وبعدين ابتدى يتلاشى يتلاشى. ولقيت قدامي واحدة شابة صغيرة عندها بتاع 16 17 سنة، جميلة طويلة مش بيضة، منورة كلها منورة، تقطعها جميلة وشها سمح منور، طويلة ورفيعة بيضة، لابسة لبني كله سماوي، طرحة على راسها مش حزام فوسطها زي ما يكون حبل مجدول ونازل لقدام، والكم طويل وفردالي ايديها الاتنين، ايديها بتطلع نور وشها نور فوق راسها نور. انا اول ما شفت المنظر ده عرفتها على طول. ببص كده بقول لنفسي الست دي واللي دخلها مكتبي من غير اذني. ببص عليها اكتر لقيتها مش واقفة على الارض، دي طايرة في الهواء. اول ما لقيت انها مش راكزة على الارض وطايرة في الهواء رحت مصرخة قلت العذراء. اول ما قلت العذراء اختفت. لقيتها بتبص لي بصة عجيبة، هي ما قالتش ولا كلمة بس بصت لي بصة عجيبة كده بعتاب، يعني مش المسيحيين السذجة ده، انتي الغبية. اول ما فقت بعد ما اختفت انا صرخت وقلت العذراء واختفت، لقيت سلوى زميلتي عمالة تعيط وانا عمالة اعيط، معقولة العذراء؟ العذراء حقيقة وتظهر لي في مكتبي وتجيني ببساطة كده؟ يعني المسيحية هي الصح وانا 45 سنة عايشاهم في الاسلام في وهم؟ انا عارفة بالاول ان الاسلام، بس عمالة يا رب اظلم في المسيحيين وبهدل فيهم وهم حقيقة. بعد ما فقت من ظهور العذراء طبعا خد مني فترة طويلة، بعد كده قعدت احسبها بيني وبين نفسي، انا زوجة وام لثلاثة
ابني الكبير في كلية التجارة في كلية التربية، طب أعمل إيه؟ مركزي وعيلتي، ده أنا درجة أولى وهبقى مدير عام وهوصل وكيلة وزارة ووزيرة، عيلتي الكبيرة والمراكز اللي فيها. الحقيقة إن أنا أنت اللي خلقت، هم مالهم مال العطر بتاعتنا إحنا. قعدت فترة صوم الميلاد كله أقاوم الشعور ده جوايا وأحاول أكبته جوايا. أعمل إيه؟ طب أنت يا رب خلقتني كده. أبص ألاقيني أخاف، أقول له طب يا رب هتحاسبني؟ طب أنا بحبك يا رب، طب إيه إن أنا أقعد أقول بحب ربنا وبعدين الرب يديني علامة كبيرة زي دي من عنده ما أقبلش. المهم فضلت في الصراع ده لغاية عيد الميلاد. جيت يوم عيد الميلاد، عيد الميلاد في مصر بيبقى الأجازة للمسيحيين بس، المسلمين بيروحوا المدرسة. فرحت المدرسة ناسية بقى مش عارفة عيد ميلادي، فبسأل بقول فين سلوى؟ قالوا لي دي سلوى مش موجودة النهاردة عشان أجازة. فبقول لهم أجازة إيه؟ قالوا لي عيد الميلاد. يعني يوم ده المدرسة بتبقى نص يوم، روحت البيت طول النهار مشدودة، مش قادرة أنسى، مش قادرة أكتم الشعور اللي جوايا. كانت الدنيا برد جدا، ولادي كلهم ناموا طبعا، انتهزت الفرصة ان الكل نام ودخل في اوض نوم. وانا قعدت اسأل نفسي، طب انا لو مت دلوقتي ووقفت بين ايدين ربنا هقول له ايه؟ وهيقول لي يا ناهد ده انت شفتي العذراء، طب بعد كده ايه اللي خلاكي؟ المهم قعدت افكر واصلي وانا مش عارفة ان دي صلاة، واكلم ربنا. طب في الاخر خلص قلت له يا رب خلاص ما يهمنيش اي حاجة، ولادي انت بقى تاخد بالك منهم، عيلتي يقتلوني ما انا كده ولا كده هموت.